احتفل مطار القاهرة الدولي بتوديع الأفواج الأولى لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي. بلسان ذكر مكبرون وشاكرون الله عز وجل، هكذا امتلأت الصلاة الموسمية بمطار القاهرة الدولي باستقبال أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. الحمد لله احنا ابتدينا الاجراءات من بدري شويه عشان نسهل على كل الحجاج، بناء على طبعا تعليمات معالي الفريق وزير الطيران المدني ورئيس شركه القبضه طبعا ورئيس شركه الخطوط. كانت تعليمات واضحه وصريحه انه ما فيش حاج يجي باي شكوى ولا يشتكي ولا يتضايق ولا يزعل من اي حاجه، فاحنا كان كل همنا الاساسي انه نوفر كل سبل الراحه لجميع الحجاج. الحمد لله وربنا اكرمنا وجاتنا من عند ربنا اللي نادانا الحمد لله. والله يا ابني انا كان فعلا نفسي فيها وبتمناها من ربنا، وربنا اراد لي كده معديه كده، وبيقولوا في تقديم للحجاج ما شاء الله ما شاء الله، كنت انا من اول المقدمين وفي الاخر الحمد لله ربنا كتبها لي، والف حمد وبحمد ربنا على كل شيء. انا الحمد لله رب اول ما فتح باب العمره الحج قدمت فيها حج القرعه وقدمنا فيها، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا فيها، بس انا قبل كده قدمت كذا مره، فاخر المره دي اخر الحمد لله. وسط لحظات من السرور فرحا بزياره بيت الله الحرام بهذه الوجوه المشتاقه وملابس الاحرام البيضاء، تزين مطار القاهره الدولي مع حضور الواعظين بالازهر الشريف لتوعيه الحجاج بمناسك الاحرام والحج. متواجدين بمطار القاهره الدولي على طوال ايام الحج لاستقبال وفود الرحمن وضيوف الرحمن تيسيرا عليهم وشرح مناسك الحج انطلاقا من قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. بقدم في فقره الحج القرعه دي بقالي 15 سنه، بس لما جربت ان مراتي تروح تقدم المره دي قدمت، فلقيتها في مره بتكلمني بتقولها اقول لك على حاجه مش هتصدقها، فقلت لها اتفضلي، فقالت لها على فكره دوره الحج طلعنا اصابتنا يعني، فمش عايز اقول لك يعني قد ايه انا كنت سعيد جدا جدا جدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، رددها الحجاج وسط اجراءات صحيه وامنيه خاصه لانطلاق موسم الحج باكثر من 240 رحله طيران لنقل اكثر من 60 ألف حاج الى اطهر بقاع الارض.